طيب نرجع تاني يا دكتور لموضوع حلقتنا وهو عن الجدري المائي. ازاي بقى نتعامل بشكل صح لو حد من افراد الاسره اصيب بالجدري المائي؟ احنا قلنا اول حاجه العزل. العزل يعني احنا دايما نحط قاعده مش في الجدري بس كمان اي مرض معدي. انت في الاطفال بالذات انت حضرتك اكيد هتزعلي لو ابنك طفل تاني عداه. بالظبط. انت برضو تخافي على اطفال الغير. صح. فالولد يعني اصيب المفروض راحه تامة لمصلحته والمصلحة زمايله يقعد في البيت. ده رقم واحد. على فكرة الراحة التامة المفروض توصل لواحد وعشرين يوم. عشان احنا قلنا انه حتى بعد ما بيخف خالص بيبقى أسبوع. ممكن اسبوع يعدي كمان. عرضة ان هو يعدي يعني. اي حد. فالمفروض واحد وعشرين يوم. غير كده كمان المفروض احنا هو يغسل ايديه اول باول واللي حواليه اللي في البيت المفروض يبقى حتة العناية بالتطهير أكتر لأن احنا معرضين إن احنا نتعدى منه لو ما كانش جالنا جداري قبل كده. كمان المفروض طبعا كمامة زي ما فاروق قال ده كمامة ده أساسي حاجة بتتنقل عن طريق النفس. فالكمامة ليه برضو واللي حواليه اللي قاعدين معاه في البيت. المفروض يلبس ملابس قطن. قطن وتكون واسعة. احنا مش عايزين الحبوب دي تتجرح تتفجر يبقى في احتكاك. بلاش الاحتكاك خالص. كمان المفروض احنا زي ما قلنا ان الطفل بيبقى مناعته ضعيفة جدا 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 فالمفروض نحاول نبعد عنه اي حاجة ممكن تجيب له برد اي حاجة تجيب له مثلا نزلة معوية اي حاجة كده حتى لو راح يكشف عند طبيب زي ما قلنا يدخل الاول ما يستناش او لو راح مستشفى ما يتعرضش للمرضى اللي في المستشفى عشان ما يتعرضش لاي عدوى. في ناس دايما تقولك بلاش سمك بلاش لبن بلاش صح. بيض لا مفيش كلام من ده عادي ياكل سمك ياكل لبن ياكل بيض مفيش اي مانع على فكره من الله. اي مصاب حتى لو انا عندي برد البرد لو دايما عندي. ممنوع فيه الاكلات مفيش كلام من ده مفيش اي اساس علمي لكده. انت لو عندك حساسيه من السمك اوكي لو عندك حساسيه من البيض اوكي حساسيه من اللبن اوكي انما ياكل عادي الطفل بتاع الجدري ياكل عادي مفيش مشاكل خالص ياكل سمك زبادي بيض لبن اي حاجه مفيش موانع تمام. انما احنا في الحالات السخونيه الناس بتعتقد لو حد سخن قوي لا بلاش سمك ولبن وبيض لا يا جماعه مفيش حاجه خالص مش ممنوعه ولا حاجه علاقة. لا خالص بس في حاجه لو طفل او حد سخن قوي واديته اكل دسم بزياده المعده المفروض تعبانه جسمك المعده تعبانه او ان انت مثلا بتاخد مجهود او طاقه زياده فممكن تسخن اكتر تخفف يبقى اكل خفيف سهل الهضم شوربه يبقى اكل زي ما قلنا في اول الحلقه بتجيب نتيجه فعاله شوربه الفراخ زي الفل والليمون زي الفل دكتور.